الرياضيات والتلميذ، تقارب أم تباعد؟ لماذا يتخوف أبناؤنا من مادة الرياضيات منذ الصغر؟ أسئلة تتعدد فيها الإجابات. On peut pas se prononcer, dire que les mathématiques sont difficiles. Non, elles sont pas difficiles. Toutes les matières sont difficiles. Toutes les matières sont faciles. Il suffit de l'effort consenti et comment cette matière a été apprise. Moi, je reste fervent de l'adage qui dit que c'est l'enfant. Si l'enfant n'a pas appris, c'est que l'enseignant n'a pas instruit. في آخر دراسة لمنظمة اليونسكو، جاءت الجزائر في المرتبة 92 عالمياً من حيث جودة تدريس الرياضيات والعلوم. فلماذا يصعب على تلاميذ اليوم استيعاب هذه المادة؟ عدم استقرار البرامج تاع الرياضيات، يعني هناك تعديلات كثيرة على البرامج في الجزائر، وللأسف الشديد أن هذه التعديلات تكون ارتجالية، ما تكونش ناتجة عن دراسة. ظهرت عندنا مجموعة من الأساتذة وللأسف الشديد خاصة في دروس خصوصية الهدف تاعهم أنهم يحفظوا التلاميذ رياضيات. لما يكون التلميذ حافظ رياضيات راح يشوف بلي الرياضيات هذه راح صعبة لأنه ما يفهمهاش، وقتاش نقولوا حاجة صعيبة كي ما نفهموهاش، وبالتالي الكم هذا تاع الحفظ هذا يقلقوا، راح يتعب أكثر باش يفهم أكثر. على العكس لما نصنعوا هذاك التلميذ اللي يفكر بعقله ربما يتعب في البداية، ثم كل أيامه الأخرى راح تكون فيها راحة كبيرة جدا. لتدارك هذا النقص في مادة الرياضيات، تتجه السيدة دريسي وابنتها نورهان ذات 10 سنوات إلى هذا المركز المختص في التربية والتدريب الذهني. هنا يتم تعليم الحساب من خلال تقنية جديدة تجعل المتدرب قادراً على القيام بعمليات حسابية بإتقان وبسرعة مذهلة تنافس سرعة الآلة الحاسبة. Elle se concentre pas. Il y avait problème de concentration. Alors maintenant, il y a une évolution. Pour la mémorisation, avant non, c'est-à-dire elle oublie. Elle apprend, elle oublie. Maintenant, c'est vraiment satisfaisant. Ça va. Vous avez d'abord. Vous avez 10 ça. Vous avez 5 ça. Vous avez 3 ça. Vous avez 2 ça. Vous avez 3 ça. Vous avez 6 ça. Vous avez 8 ça. Vous avez 10 ça. على مدى 10 سنوات أدخل هذا المركز برنامجاً عالمياً يطور القدرات الذهنية والعقلية للأطفال من خلال تقنية جديدة تجعل المتدرب قادراً على القيام بعمليات حسابية بإتقان وبسرعة مذهلة تنافس سرعة الآلة الحاسبة. développer les capacités mentales ça veut dire que développer cette concentration cette observation cette mémoire cette imagination et surtout la confiance en soi. Actuellement, on parle beaucoup de du quotient émotionnel, le QI. Le QI est dépassé. Ah. Donc, pour ça, on a acquis auprès d'un établissement de renommée mondiale, c'est des Malaisiens actuellement, depuis déjà 30 ans. Ils ont bouleversé l'activité et l'usage de cet outil qu'on appelle l'abacus chez nous. Et comme deuxième programme qui existe en Algérie, c'est le sorban. تسنين وبعد 4 أشهر من التدريب اكتسبت مهارات عدة حسنت من نتائجها في مادة الرياضيات. لازم انا نقول لك بار اكسبيريونس انا ما في باغ اكزومبل كونت في دي زيكزيرسيس خليها وحدها اللي في سواء بلا باكوس ولا كونت في لو مونتال اللي في باش نشوف وين عندها لا ديفيكولتي زعما ما تعرفش عمليه ولا مرة جاية وكنت زعما المعلمة ديالها نقولها هاي ليك هذه ما عرفتهاش سي تري تري رار اي الي كونتونت يعني سي با اون كورفي بوغ على بالها بلي ال ميتريز لو كالكول الي كونتونت الي في توت سيل الي توت كونتونت كي تكمل جيديا الي في فيت فيا جيديا تقول لي شوفي جي فيني ثلاثة زائد 4 جاوب 2 3 زائد 6 زائد 2 جاوب 5
الفوج يتكون من 12 طفلاً أعمارهم تتراوح بين 5 و13 سنة. يستخدم الطفل في المرحلة الأولى من التدريب العدد الصيني ويرسخ صورة الأباكوس في مخيلته، مما يسمح بتطوير قدرات التركيز والتخيل والتذكر لديه. بالمقابل يتساءل العديد حول مدى نجاعة هذه المناهج المستوردة من بلدان أخرى تعتمد على برامج تختلف على المقررات الوطنية. المختصون لهم رأي مختلف. Toutes les méthodes importées entre guillemets restent valables, efficaces jusqu'à preuve du contraire. Je m'explique encore plus. Ces méthodes elles sont importées pour moi, ça m'engage que ma petite personne, tant qu'elles sont pas validées sur le plan national et international par des experts du ministère de l'Éducation et autres, je ne peux approuver des méthodes. بما فيه وما عليه، يعرف هذا المنهاج العلمي اليوم إقبالاً واسعاً من متمدرسين يتنافسون بعد بضعة أشهر في بطولات محلية ودولية، على أمل أن يساعد هذا البرنامج التلاميذ في التفوق في دراستهم وتمكينهم من تجاوز هاجس الرياضيات الذي بات يؤرق الأطفال وعائلاتهم.